اولا نبدا بالمساله ديال الحريات. الماده الرابعه من العهد الدولي متعلق بالحقوق السياسيه والمدنيه اللي وقعت عليها بلادنا في 1979، كتعطي جميع الدول انها تاخذ مجموعه من القرارات ومجموعه من التدابير في الحالات الاستثنائيه اللي تحكمها الطوارئ، بحال هذه اللي كنعيشوها بلادنا. ثانيا، بلادنا من الدول اللي في المرحله اللي ما كانش البرلمان، بمعنى في المرحله ما بين الدورتين، دارت مشروع بمرسوم اللي يتعلق بالطوارئ الصحيه، وهذه الاجراءات الان اللي كتخذ سواء منها المراسيم او القرارات راها موجوده في الماده الثالثه من هذا القانون، وكلكم تعرفون بان هذا القانون مر في المسطره التشريعيه كما هو منصوص عليها دستوريا. الان الحريات سي هشام ما كاينش مشكل، هذا ماشي برنامج حكومي، هذا توجه ديال بلادنا كيحددوا الدستور وكيحددوا التراكم ديال التجربه ديال بلادنا في المجال ديال حمايه حقوق الانسان، بمعنى يتجاوز بكثير واسمى واكبر من مجرد البرنامج الحكومي الذي يرهن فقط واحد المرحله من تاريخ المغرب اللي هي من 2021 حتى 2025. الالتزامات ديال بلادنا في هذا المجال معروفه وماشي محتاجه للحكومه، بل على العكس بلادنا فيها مجموعه من المؤسسات راكم ذكرتوا بعضها بحال المجلس الوطني، بالاضافه الى المجتمع المدني اللي كله يقظ وتعرف بانه هذا الشيء كله مدستر ويعني يتم احترام فيه القانون. لكن الحكومه عندها مسؤوليه، كيفما هذا النقاش هذا اللي راه موجود اليوم حول يعني الجواز ديال التلقيح اللي هو نقاش مزيان صحي ديال انه تكون مجموعه ديال النقاط ومجموعه ديال وجهات النظر المختلفه، وهذا هو اللي خصو يكون خصو الحيويه ديال المجتمع في النقاش الى غير ذلك. لكن مسؤوليه الحكومه ثابته فاش؟ اولا في حمايه الارواح والابدان لان هي اللي غتسال، ثانيا في الحفاظ على الاقتصاد. اليوم الى المؤشرات تحسنات راه بفضل واحد العمليه ديال التلقيح اللي تجاوزت 24 مليون، الى المؤشرات تحسنات بفضل واحد المجموعه ديال التدابير الاحترازيه اللي قاموا بها المواطنين، هذا ما كيعنيش بانه خصنا نمشيو مباشره للتراخي ونطيحوا فيما يقع الان في مجموعه من الدول اللي بالمناسبه هي اوروبيه. ثم هذا الباس فاكسينال سيجن، مجموعه من الدول الاوروبيه العريقه ديمقراطيا تطبقه اليوم بناء على نفس ما نستند عليه نحن من الدستور ومن القانون الى غير ذلك. بمعنى ان الحكومه ماشيش باغيه تقيد الحريه ديال شي واحد، بل على العكس الحكومه تريد ان تحافظ على مستوى من الحياه الطبيعيه للمغاربه في اطار السياق اللي يحكمنا جميعا، اللي مرتبط بواحد 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 الوباء اللي تنعيشوه واللي تندبروه الحمد لله لحد الان بنجاح، بفضل واحد المجهود تقوم به وزاره الصحه، بفضل واحد الحرص ملكي ديال صاحب الجلاله انه وفر اللقاح واحد التتبع الشخصي، بفضل واحد الحكومه اللي ماشيش بالضروره اليوم نشوفوا المستوى ديال الشعبيه ونضربوا المصلحه العليا ديال البلاد. حذاري، هذا موضوع اكبر. المسؤوليه الحكوميه وارده في الحفاظ على حياه المواطنين. بعد ذلك وهذه الحكومه ماشيش باغيه تسد باش تسد، وماشيش باغيه دير جواز اللقاح باش دير جواز اللقاح، ولكن اللي كاين ضبيطه واحد المستوى واحد التدرج في الحفاظ على المكتسبات اللي حققناها سواء اقتصاديه، وباش هاد المواطنين المغاربه كلهم ما يطيحوش في الدوله بعد لا قدر الله في الحجر، ويقدروا انهم يعيشوا حياتهم ونمشيو لواحد المجموعه ديال القطاعات الاجتماعيه اللي كانت كتأن وما كانش عندها مدخول، انها اليوم على الاقل راه كاين حياه يعني طبيعيه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.